شعش عدري بين دعدري بعدري شعش عدري بين دون انت بزعز عارخي من القعدة بالعنى المعنى ابتدي بالفلو فهمت سوسين بالسوسك بالسوس ندي دعم يسري ضعف ابتديت فخليت الودي صعب اسمي رعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من إعادة بناء برشلونة من خلال المدرب يورجن كلوب الموسم الثاني. طبعا لو فاتك الكارير مود من أوله هتلاقي الكارير كامل بالترتيب في البلاي ليست اللي موجودة تحت الوصف في الفيديو. وطبعا ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو بنزله. ملخص الموسم الأول على السريع كده، فوزنا الدوري ب 82 نقطة متساويين مع الريال، بس احنا لينا الأفضلية علشان فوزناهم رايح جاي. فوزنا الكاس نهائي اتلتيكو مدريد على ملعبهم 3-0. السوبر خسرناه، طلعنا من نصف النهائي والريال طلعت معانا وخدتها فالنسيا، وطلعنا من دوري الابطال على يد الشياطين الحمر مانشستر يونايتد. احصائيات اللعيبه خلال الموسم، يامال الموهبه الشابه اللي اعتمدت عليها اساسي طول الموسم، شارك في 53 مباراه جايب 26 اسيست و9 اهداف، وهو كمان واخد افضل ممرر في الدوري. فيتور روكي افضل موسم ليه في تاريخه، سعره زاد 186% عن سعره الاصلي، انفجر، لعب 48 مباراة جايب 27 هدف وصنع 19 هدف، يعني الاجمالي 48 مباراة شارك في 46 هدف. خلاص احنا بنستثمر لعيبة، فهو لعب موسم معانا اتألق بقى لاعب اسطوري، خلاص نبيعه وندي فرصة لمهاجمين بدلة يلعبوا اساسي، لان ممكن نتعاقد مع صفقات جديدة زي نونيز او كولي مواني، يعني احتمال كبير نغير المهاجم. طبعا بعد نهاية الموسم تعال نشوف نظرة عامة على الميزانية والانفاق واللي حصل، هل النادي بيخسر او بيزيد. تعال نشوف، يلا بينا. الموارد المالية، رواتب اللاعبين نقصت عن الاول ودي حاجة حلوة. طبعا اعلى مبيعات للقمصان فودن، فيتور روكي، بدري. طبعا فيتور روكي عشان تألق، وفودن عشان صفقة سوبر وجه ولبس رقم 10، وبدري عشان اللاعب النجم في الفريق في الوسط بس. فكان ده بالنسبة للموارد المالية للنادي، فبالتالي احنا ما خسرناش حاجه، بالعكس احنا زدنا الضعف، بقى معانا حوالي مليار، ما خسرناش حاجه، انفقنا حوالي 674 مليون وبقى معانا مليار. يلا بينا بقى على الصفقات. طبعا كان في حد من المتابعين قال لي ان انا اجيب لاميلا. مشكله لاميلا ان هو عمره كبير، بس انا قررت ان انا اضمه علشان خاطر ان المتابع طلب، بس للاسف مش هعرف اجيبه بسبب ان النادي منافس. حتى لما اجي اتفاوض معاه يقول لي ان النادي لا ينوي التفاوض مع فريق خصم، فللاسف الصفقه دي مستحيل تحصل. نيكو ويليامز برضو نفس الحوار، بس الفرق ان الشرط الجزائي بتاع اللاعب مفتوح، يعني اقدر ادفع الشرط الجزائي بدون ما اتكلم مع النادي اصلا. طيب كده احنا هنأجل الموضوع شويه ونشوف هنعمل ايه بعدين. هنخش على شتيجن الاول نشوف هيتباع ولا لا. تير شتيجن جاله عرض من السيتي، تعالوا بقى نشوف عايزينه بكام. كان بيب جوارديولا عاوزه ب 52 مليون. لا يا باشا، 70 مليون حلو. اوه ده مصورين على 52. طب بص تأجيل، هبقى اكلمك بعدين يا جوارديولا، بعدين ممكن نادي تاني يجي بسعر افضل، بعدين هكلمك بعدين يا جوارديولا. روح اتألق هناك، لو لقيتك تألقت وبقيت اسطوري هناك هرجع، روح سنة ويجي. الانتر خدت دور الابطال على حساب يونايتد، احسن عشان طلعوني، كان زمان انا بلعب الانتر دلوقتي. ليه كده يا روخ؟ موسم جوندوجان خلص، هيروح للميلان رسميا، جوندوجان للميلان. تعالوا بقى نشوف الموسم ده بيقول ايه بقى. في ناس كتيره غدرت اما دفع الشرط الجزائي الجافي من ورايا. يا جافي انا هتكلم معاه دلوقتي. بص جافي عايز يكون النادي، بيقول لي شكرا على اهتمامك بي، لا ارى مستقبلي هنا، لم اعد سعيدا بتواجدي في النادي. كل ده عشان مش بلعبك اساسي. جافي عاوز يمشي. 120 مليون ليه كده يا جافي؟ ده انت ابن النادي يا جافي، دفع له الشرط الجزائي، نفس حوار نيمار بس المره دي من اليونايتد. هخش على جافي واحاول ان انا اقول له انه كده غلط، راح اكلمه ونشوف. هو كده كده زعلان مش عارف ليه، كل ده عشان ما لعبتوش اساسي الموسم اللي فات واعتمدت عليه كبديل. كده يا جافي كل ده يطلع منك انت من اولها. جافي عاوز يلعب حاسم، يعني يلعب على طول. طب انا عندي فيرتز وبيدري ولا لا؟ لا لا جافي يا جدعان، ابن النادي الجمهوري البرشلوني يزعل مني، انا هرضى واسوح واقعد على الدكه برضه. راتب ايه يا باشا؟ انت عاوز تزود ضعف راتبك يا باشا؟ انا هديك مليون مكافاه بس خد نفس مرتبك، خد 65 يا عم، زودت لك 5 يا عم. اوه ده بيزود. طب خليهم 70. للاسف جافي رفض. والله احنا عملنا اللي علينا، والله حاولنا معاه رسميا، خيانة جافي زي صفقة نيمار بالظبط. جافي إلى مانشستر يونايتد، يعني إزاي بديل واديله 130 مرتب؟ إزاي يعني؟ يلا بينا بقى للصفقات من باير ليفركوزن، فريم بونج. يلا بينا، شايفين الأسعار؟ هل ينفع نخش إعارة؟ ما ينفعش نخش إعارة. تشافي ألونسو، ده كاتشافي، مش ناويين تتهزموا؟
بقالكم بتاع 60 ماتش مش بتتهزموا يا جدع. بص يا باشا، انا مش هدفع فلوس، عاوزين لاعب من عندي. ايه رايك تاخد تير شتيجن الماني ونسخه من نوير؟ ايه رايك؟ وده طبعا هيزود لكم سلسله الله هزيمه بتاعتكم، وهديك فوقيهم يا عمي 30 مليون عشان ده حارس. رفضوا طبعا. رفض تير شتيجن، خد انسو فاتي واديك 50 مليون. هتفكر؟ طبعا تم تأجيل، هيفكروا بعد كده يردوا عليا. طبعا بعد تفكير كتير ما بين الارتكازين دول كله قال لي هات كيميتش سعره 100 مليون شله عارة مش هينفع. ازيك يا اخويا عامل ايه؟ حبيب الله يخليك، اتفضل اتفضل. الدنيا عامل ايه انت؟ ازاي العيال؟ ايه يا جدعان ايه 102 مليون ليه يا عم؟ بص يا باشا، خدوا ايريك جارسيا، ميسي في الدفاع، وهديك فوقيه 60 مليون يا عم. طب ليه كده؟ ده انا بقول لك ايريك جارسيا يعني ميسي. هديك بسومة و45 مليون. سنستغرق بعض الوقت للتفكير، هيفكر برضه بس ترجع لي. ماشي حبيبي سلام، هتكلمني ها نونيز. نشوف اعاره الاول، موافقين ان انا اخده اعاره، خليها اعاره للشراء، لو لقيته تمام هشتريه. تمام، انا هاخده سنه واحده. طبعا يورجن كولومب بيقول له انتوا نادي عزيز عليا، ادفع نص الراتب وانا ادفع نص الراتب، كل حاجه ماشيه زي الفل. ويقول لي رسوم الانتقال بقى، لو هتشتروه هتشتروه بكام؟ بص يا باشا، لو هنشتريه بخمسينيه. ايه رايك؟ بيقول لي 66 مليون. اوه مصرين. طب بص، المهم ان هو يقعد معنا السنه دي ان شاء الله، يعني هيفشل لان انا مش عايز ادفع المبلغ ده. حرام عليكم، دي صفقه اساسا فاشله، انا جاي اطورها، انا جاي اخدمه. انا موافق نونيز معانا في حاله لو فعل الشراء هدفع 65 مليون. يلا بينا نشوف مارتينيز. وناي إيمري زي الحال، عامل ايه؟ كويس، اتفضل اتفضل. 30 مليون، عاجبك عاجبك، مش عاجبك خلاص ده خيرنا للاسف، هنصارغ بعد الوقت ونفك. ماشي بس تيجي تكلمني بسرعه ما تفضلش فاهم. تمام يلا سلام. تمام تعال نقدم الوقت نشوف الناس دي هترضى ولا مش هترضى، بيسوحونا ولا مش بيسوحونا. تعال نقدم الوقت شويه. تمام، فريم بونج قبلوا بس بدون تبادل، يعني قبلوا على السعر، قالوا لي مش عاوز لاعبين من عندك. طبعا مش فضيلك، انا دلوقتي ورايا حوار صفقات تاني. تمام اشوفك تاني، ها سلام. يلا الصوره، يلا ابتسامه. ايه ده وانا باصص فين؟ حلو حلو. اوه صفقه جامده، 56 مليون ونص تقييم السعر. ايه تمام، بالنسبة لمارتينيز وافع على 30 مليون. بالنسبة لكيميتش بقى رجعنا بسعر 93 مليون، خش له واتفاوض معاه تاني. هو رفض اللعب المبادل اللي انا قلت له عليه. ازيك عامل ايه تاني؟ كده يا اسطى بتغدر بيا يا اسطى، 93 مليون راجع لي ب 93 مليون. طب بص لي عدل. طيب ماشي ثواني. طيب هو البايرن كاره كل اللعيبه اللي عندنا، فاحنا بص هنقول له 81 مليون. وافق على 81 مليون. يا ريتك ما وافقت يا اخي. تعال خش بيتك ومكانك اتفضل. انت مش كان نفسك تيجي برشلونه وقعدت زن وبتاع؟ تعال. ايه الدنيا عامل ايه انت؟ كنت بتاخد 135 في الباير، اعتقد المفروض تاخد اقل بقى لان انت كده بقيت عمرك كبر يعني. فانا اقول لك على نفس الراتب اللي انت كنت بتاخده مع الباير. ماشي يا لهوي، ايه المرتب ده؟ ده عاوز الضعف. صدمتني فيك يا كيميتش. يا لهوي ده بيزود لي الراتب. خلاص يا ماشي ماشي، ده انت هتتعبنا في حوار المرتبات ده. كيميتش تقريبا كده اعلى مرتب تقريبا يعني. لبس رقم 14. ايه اوكي، ده كانوا عايزينه ب 100 مليون اصلا. تشافي سيميون، نرجع شباب لمسيا، هنجيبه طبعا اعاره لانه باريس مستحيل تبيعه لبرشلونه تاني، ممكن توديه اعاره. ايوه تمام، فهنشوف اعاره للاسف رافضين، فهنحاول نشتريه ونرجعه لمسيا تاني كاننا جبناه اعاره. تمام، اعتقد تشافي سيميون هيكون بحوالي 55 مثلا. رفضوا طبعا، مستحيل اشتريه تشافي سيميون. عموما احنا هنحاول معاهم مره كمان، يعني هي فشلت ب 55 مليون. تخيل السعر اللي انا عرضته عليهم، وكمان 10% لو هبيعه، برضه رفضوا. صعبه جدا، هم كمان مش عاوزين يودوه اعاره رغم ان هم كانوا مودينه اعاره في لايبز. ده هيفيدني جدا لانه لاعب سريع وبيلعب جناح يمين وبيلعب جناح شمال، فانا قررت ان انا هدفع الشرط الجزائي بتاعه. كده انا عملت لهم صدمه في النادي، اشتريته شرط جزائي زي حوار جافي كده. بص يا باشا، انا الصراحه عاوزك تدوير، مش عاوزك اساسي معايا. هو وافق.
الحارس ده مشى رسميا، جافي مشى. صفقة حزينة للأسف، كنتش أتمنى إن هو يمشي بالطريقة دي. سلامة جافي. تمام، عرفنا قيمة سعر شافي سيميون. بص، السعر المطلوب منهم هو 78، لكن ممكن تتم الصفقة دي ب 62، واللاعب أصلا قيمته السوقية 52، وأنا قبل كده عرضت عليهم 55 مليون ورفض. هخش عليهم دلوقتي تاني، ينفع إعارة؟ ما ينفعش إعارة برضو. عايز 63 من اللذينة، 57.5، طب 60 يا عم، 60 وآخر، آخر آخر يعني، مش هدفع أكتر من كده فعلا. ده لاعب هيجي دك 60 مليون ووافق. أيوة كده، أنا عاوزك تدوير. هام عايز يلعب هام. طب انا هسوحك بقى، طالما انت عايز تلعب هام انا هسوح. ماشي ماشي. كده احنا عوضنا رحيل جافي الخايم 60 مليون. هنشوف كده تقييم الصفقة. ايه حلو اوي. الاثنين دول محتمل يجي الموسم الجاي ان شاء الله. انا طبعا هفضل ابدل في اللعيبه، لان انا ما بقعدش باللعيبه بسنتين، هم اخرهم سنه معايا. طبعا ده هيجي ممكن نجيبه اعاره، مش هيرضى. احنا ممكن نشتريه يبدل مع مارتينيز، لو مارتينيز ما نجحش ممكن ده ينجح، فاحنا نسيب الاثنين دول معانا. جالي عرض انتقال لديفيز ب 160 مليون ونص. ايه الاغراء ده؟ تاخدوه طيب ب 200 مليون؟ اقول له 200 مليون، رغم ان هي صعبه مش هيرضوا اصلا. طب ما انتوا عندكم فارديول باين، محتاجين ديفيز فيه مش عارف، هادي 200 مليون. طب انا هرفض وش. ابو ده قبل، قبل بالغلط، انا مش عايز ابيعه اصلا. بتهزر؟ طب 250 طيب. يا لهوي. وانس فاتو جه له عرض من الباير، موافق يا عم، ده موافق على طول ده. تمام، ديفيز رسميا للسيتي، خطف مني. كده هنضطر نجيب ظهير ايسر مكان ديفيس، هنعتبر ان هو راح الريال. تمام، بعد تفكير كتير قررت انا ان انا اجيب هرنانديز. ينفع اجيبه عارة؟ لا، ابدا ب 100 مليون على طول. يقول لي 130 و10% عند البيع، كمان 100 مليون زي الديست. انا عارف ان كده كده هترفض. تاخده في تروكي؟ هخسر في تروكي، وانا كده كده عاوز امشيه لان استكفيت بيه، خليته افضل لاعب في الفرقه الموسم اللي فات. عاوز اخلي نونيز يعني يكون لوحده، يكون هو الاساسي. طبعا لو في تروكي ماشي فكده في احتماليه كبيره ان انا ممكن اجيب كولي مواني هيسند مع نونيز. اقول له 50 مليون وخده في تروكي. وافق وعاوز 60 مليون. سيو هرنانديز هيكون الريال ويلعب في برشلونه، هل هيحصل ولا مش هيحصل؟ نوافق خلاص، ما عندناش بديل. فيتور روكي ليه بديل، نونيز هيلعب اساسي، وهنجيب كولي ماني يبدل معاه. ما فرقتش يعني صح ولا ايه؟ 60 مليون بس. وافق، يا ريته ما وافق. كده رسميا ظهير الريال السابق هرنانديز من ميلان الى برشلونه. مليون فيتور روكي فين السعر؟ سي طبعا، ان فيتور روكي افضل لاعب الموسم اللي فات، بعته. بص يا جدعان، وانا ايوه معيش غير راس حربه واحد بس، حرام ان انا اجيب كل مواني واقعده دك. وانا من رايي يعني ان نعتمد على واحد بس، ولو اتصاب وحصل له حاجه هيكون ليه صرفه يعني ماتشين ثلاثه مثلا، هعتمد على حد من الوسط زي فيريتس. ان انا اجيب كل مواني واقعده دكه صعبه. انا عاوز انجم نونيز، ده هيرجع للفراخ تاني بس مش اعاره زي ما كان. لا، بعتولهم خالص ب 17 مليون. طبعا بعد ما خلصنا التشكيله الرسميه لبرشلونه الموسم الثاني مع يورجن كلوب، طبعا خليت كيميتش هو القائد علشان جوندوجان مشي، تير شتيجن مشي، مفيش قائد. طبعا هتقولوا لي كيميتش لسه جاي وخليه قائد، اقول لك اه، ما جوندوجان كان لسه جاي وخلوه قائد عادي يعني. تعال بقى نشوف الاحتياط بتاعنا، خرافي زي ما انتم شايفين. ويليامز، فيرمان لوبيز، وبارسي. يلا بينا نبدا اول ماتش، اول ماتش كلاسيكو. يلا بينا على المؤتمر، انا متحمس. تمام، مؤتمر الصحفي ريال مدريد وبرشلونه. هل الفريق مستعد للفوز بالدوري هذا الموسم؟ عادي، هنفوز تاني عادي ان شاء الله. عندي ثقه في اللعيبه الجديده والتشكيله الجديده، انا تقريبا معايا افضل تشكيله يا جدعان. والله مش الدوري بس، احنا المفروض نجيب كل البطولات. شكرا.
برشلونة راجع بقوة، أول ماتش على ملعب البرنابيو. يلا انا متحمس للماتش ده جدا لان كله صفقات جديده وعايز اجرب اللعيبه. اول ماتش للحارس واول ماتش للازهره واول ماتش لكل الناس. اوه بيلعبوا من لمسه يا جدعان يا جدعان. هو مين التيكي تاكا؟ حلو السيو سيو يا جدعان، اول لمسه ليه فريمبونج حلوة. يا سيو بدري ارفع ماشي. جونزاليز عاش كوندي. سيو هرنانديز نونيز فريمبونج يا ده المدافع بتاعه من جديد. فودن فودن لا يعرف ارو يا حلوه. كيميتش حلوه. فاول حلو الفاول ده، نخلي مين يشوط مش عارف، هنخلي بدري عشان بيشوط يمين. بدري هو الناحية دي بتاعت بدري، او ممكن نخلي فيرتس فيرتس احسن. تمام نعمل كده يلا. يا لا فيريتز مش مناسب، تسديد واطية. يلا فريمبونج طرد شمعان زور. بداية وحشة جدا للريال. قرار المدرب راح يعكر مزاجه، راح يخرب عليه الان كل الخطط في ارضية الملعب. دقيقة 60 لسه بدري يعتبر. أروحه شوت يا كرة بتروح بجوار المرمى بدون أي ردة فعل في التصدي والكرة لا تشكل أي تهديد. الأخبار انتشرت هنا وهناك. خرب بيت سنينك يا أروحه.
جون. أول جون في الحارس مارتينيز. طب يا اسطى ما انت عملتها في كأس العالم قبل كده، مارتينيز صد دي قبل كده في كأس العالم قدام كولو مواني، بس ده فينيسيوس بقى. فودن 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 فودن، يلا. ملاحظين ان الصفقه اللي هم جايبينها دي المدافع اللي هم جايبينه من دورتموند جامد، بص بيعمل ايه. هو في مدافع بيعمل كده؟ عاش. لا 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 لا، يا لهوي يا مارتينيز. ايه يا جدعان الماتش قلب يا جدعان، هو مين اللي اتأثر بالطرد بالظبط؟ فلفل. الصدمة دي اللعبة لسه ما، من الواضح ان احنا هنندم على بعض الصفقات. تمام التبديلات، رايحك الماتش دلوقتي، بداية وحشة ليكم يا جدعان. كيميتش تعبان لسه مش مندمج. يا لهوي يا نونيز، يا لهوي يا لهوي يا نونيز، واضح ان احنا هنتعب الموسم ده. حلوة حلوة يا فودن يا تشافي و ويليامز. لا نونيز مش مظبوط معانا خالص. لا بس كده اتعشق خلاص كده، بداية واضحة انها تكون صعبة جدا. بص يا عم بص، فينيسيوس فايق الموسم ده وشكله كده ناوي على الهداف الموسم ده. طبعا جمهور الريال دلوقت مبسوط فيا. ارقص ارقص يا اخويا. يا ابني الواد تعبان، لا لسه مش مندمج، كله خايف ومتوتر ومصدوم. على ملعبهم يا جدعان، حقهم صراحة. وبعدين بيلعبوا بطريقة بالتلازين، انا لاعب طول الستين دقيقة، وصلنا الستين دقيقة، اتطرد من عندهم لاعب، المفروض هما اللي يتأثر، لا انا اللي اتأثرت. بس كده ده كان فيديو النهاردة، بتمنى تكون انبسطت رغم ان النهاية حزينة جدا بعد كل الصفقات دي وبعد كل التفكير ده، وفي الاخر اتهزم 3-0 من الغريم في اول ماتش. انا متوقعش ان اساسا اول ماتش هلعبه في الليجا هيكون ريال مدريد. على حظنا على حظنا كده، هجرب اللعيبة على ريال مدريد. المهم ان انت تكون انبسطت معايا، استنوني الفيديو الجاي. سلام.